اسمك كريم؟ مجازم مدينة المحمدية. فين وصلت النضالات ديالكم؟ مجازمات مستمرة. واش كان عندكم شي وصلتوا شي حل مع الجهة المسؤولة؟ حنا كنا دخلنا معاهم في حوار والحوار خرجنا به بدون نتيجة، بدات الشهر تقريبا ديال الحوار مع السلطات المحلية وتوصلنا حتى شي نتيجة، ولازالت المجموعة مستمرة في نضالها إلى حد شفنا المعطلين غابوا عن النضالات ديالهم تقريبا أكثر من شهر دابا، شنو السبب؟ هي كنا داخلين في حوار، كانت السلطات المحلية أنه وعدت تمشي ورود، ولكن ما لقينا ما تحققش ولا رجعنا للميدان. كنا دائما عطيناهم الناس المطلبة ديالنا، وكانت الناس المطلبة ديالنا يعني الأشياء اللي هي ممكن السلطات توفر على المجازين المعطلين وهم حاصل الإجازة، كل واحد باش نتخصص ديالو. حنا كنا جينا هنا كنديرو واحد الاحتجاجية هنا في المغرب، من بعد ما درنا مجموعة ديال الوقف الاحتجاجية اللي هو كنطالبو بحق مشروع كيتمنوا رجعوا للدستور كيتمنوا جميع المبادئ الدولية وجميع القوانين المتربية دوليا وهو حق الشغل. هي كنا داخلين في حوار، كانت السلطات المحلية انه وعدت تمشي ورود، ولكن ما لقينا ما تحققش ولا رجعنا للميدان. رجعتوا للميدان ديال النضال. شفنا في المجازين ديالكم لاحظنا واحد النساء اكثر من الرجال، شنو السبب؟ لاحظتي مزيان تقاطعات، لاحظتي مزيان تقاطع انه كان تقريبا قد ولكن المجموعة مفتوحة للعموم، مفتوحة للجميع، سواء نساء سواء رجال. واش توظف منكم شي مجاز من الناس المعطلين اللي كانوا كيخرجوا معاكم في النضالات؟ لا، حتى واحد ما توظف. كانت الجهة المسؤولة طرحت عليكم باش توظفوا في شركات عمومية، وكان الرفض ديالكم، شنو السبب؟ لا، ما كانش شركات عمومية، كانت كما دخلنا معاهم في حوار أن الوظيفة العمومية يكون الحل ديالها على المستوى الوطني، وكانت حلولات كانت حلول محلية كنا قبلنا بها وعطيناهم اقتراحات، ولكن ملي تشكلت اللجنة سواء في سامير ولا في كنا نفتح معاهم مصر، يعني حتى حاجه ما توصلنا بها، حتى شي حاجه ما تحلات. نقف هذه الوقفة النضالية لنؤكد على حقنا المشروع في التوظيف المباشر في الوظيفة العمومية. أليس الشغل حق من حقوق الإنسان أم صار امتياز؟ إن وضعية المجازين بالمحمدية وباقي المدن تنطبق عليها الشعارات الثانية. هذا تعليم طبقي شي خدام وشي باقي، هذا عيب هذا عار والمجاز ديال السلطه، هذا عيب هذا عار والمجاز في خطر. والتشريع حق المشروع.
توجت بحوار فاشل وبدون نتيجة، بحيث لم يتم تشغيلنا لا في القطاع العام ولا في الشبه العمومي كما تم وعدنا بذلك، وحتى الماستر وعدنا به ولم يتم تسجيلنا بالماستر. وفي الأخير ولكي لا أطيل عليكم، رفضنا للمحسوبية والزبونية في ميدان الشغيل، رفضنا للرشوة والفساد في مؤسسات الدولة، رفضنا للقمع ضد المعطلين والفئات المعوزة، تشبثنا بحقنا المشروع في التشغيل والتوظيف لنساهم بدورنا في تنمية بلادنا. فنحن نريد أن نشتغل ولا نريد صدقة من أي أحد، وتعازينا للمعطل الشهير بمدينة أسد، وتحية نضالية لجميع المناضلين والمناضلات وللصحافة وللفاعلين الجمعويين وخاصة الجمعية المعلنية لحقوق الإنسان. وموعدنا في محطة نضالية